آخر سنة عم بشرب. خلال هيدي السنة ما عم بقدر نام من دون ما أشرب كحول. أول شيء إنه حشرية كيف طعمتها حمسني إنه بتخلي الواحد يفقد الوعي. يعني حلو الواحد مرات يفقد الوعي. شو الحلو إنك تفقد وعيك؟ هروب، يعني بتهرب من المشاكل اللي أنت فيها، تنسيها شوي لفترة قصيرة. كل يوم كل يوم من الصبح لعشية، يعني لدرجة إنه بطلت أحب أظهر من البيت، صرت أحب ضلني بالبيت، ما أحب أظهر شوف حدا ولا بدي أحكي مع حدا ولا شيء. مرة جبت قنينة عرق ضليت فيها لحد ما خلصت، يعني أكلت 3 أيام. 3 أيام متواصلين؟ إيه. عم نشهد بعالم النساء ظاهرة غريبة ما كنا نشوفها قبل ب3 سنين، يعني بالنسبة لعالم إدمان الكحول، بالنسبة لتعاطي المخدرات، بالنسبة لتجارة المخدرات. السنة الماضية كانت أعلى نسبة للإناث، يعني وصلت تقريبا 30% من مجمل الحالات اللي إجوا على الجمعية بحالات تعاطي ومشاكل بعالم الإدمان على الكحول. السبب الرئيسي هو الأهل، غياب دور الأهل. يعني كل الحالات اللي عم تجي لعنا، أول شيء اليوم تنقول مدمن كحول وصار بده علاج، يعني بده يكون مرق 3-4 سنين. ما في مدمن كحول بيجي بيتعالج من أول جمعة أو من أول جمعتين. ما بدأت مشاكل. هذه مشاكل. بنفس الوقت اجتماعية، بنفس الوقت عاطفية، بنفس الوقت شوي عائلية، شوي مشكلة. أهلك بهالوقت ما كانوا عم يلاحظوا؟ لا. كيف يعني كنت تتواجد بأماكن مختلفة؟ يعني أتذكر مرة بالجامعة. والله مرة بالجامعة صارت. شو؟ كنت حد الجامعة، الكافيه اللي حد الجامعة، فعم بشرب من دون ما اوعى، انه لقيت حالي انه مش قادرة. طلعت على الصف، يمكن نمت على الكرسي. برات الباس كنت مرات استفرغ، مرات ما اقدر اقطع الطريق. ده ثقيلة انه ما تقدر تقطع الطريق، وتصير تخاف من العالم. يعني عبالك تعالجي؟ ما بعتبر حالي كثير قلت انا. لي 30 سنة بعالج مدمنين، ولا مرة سمعت مدمن اجا قال انا مدمن، ولا مدمن بيعترف انه هو مدمن. بس هيدي ما فيها تيم الا ما تاخذ فودكا، يعني شو معناتها؟ هيدي مدمنة ومكترة. لا ابدا، بالعكس، بس لا اشرب بحس انه ياي. 3 مراحل لازم ندق نقص الخطر فيها وننتبه انه وصلنا عالم الادمان. 3 اشاير انا بسميهم. اول شيء وقت بصير حايص بدي الشغله، يعني عبالي كحول عبالي كحول بدي كحول، اي متى بدي اخذ كحول، بصير فكر وعيش انه اي متى رح اخذ. تاني علامه وقت باخذ ما بعود بقدر اعمل ستوب، بصير باخذ وباخذ وبشراهه، وبصير بلاقي شيء كثير طيب وشيء كثير حلو. وثالث مرحله وقت باخذ وبخلص وبحس بفرح وبسعاده، منيح اللي اخذت وانا ارتحت وقت الاخذ. هالثلاث علامات تجمعيهم انا صرت مدمن، صار بدي علاج. كجمعيه عندنا بروجرام بتدفع بين ال 400 وال 600 الف لمده سنه ونص، اجار الحكيم مع كل فحوصاتها، ما عدا حق الدواء، يعني علاجها كله ما بيتخطى الـ1,000,000 ليرة. اليوم معها 1,000,000 ليرة تشتري فودكا، معها 1,000,000 ليرة، بس قادرة تجمع 1,000,000 ليرة وتجي تتعالج. نسبة البنت نسبة نجاح أكثر علاجها، لأنه بس عم تطلع الصرخة وي وبنتنا سكراني وبنتنا جيبوها من المخفر وبنتنا عم بيصير في وعي عند الأهل أكثر من الشاب. الشاب يمكن عم يكون في نوع من الاستلشاء او عدم المتابعه، واليوم الفشل العلاج وين؟ هو عدم جديه علاج، جديه متابعه العلاج لمده سنه ونص.